فإلى أول سؤال معنا ورد على الصفحة، ممكن أعرف سنة صلاة الجمعة في المسجد؟ بمعنى إن صلاة الجمعة هل لها سنة قبل الصلاة؟ أخي الفاضل، يعني التنفل قبل صلاة الجمعة، إنه الإنسان يتطوع بالصلاة قبل صلاة الجمعة، هو لا يخلو من إن يكون التطوع ده أو النفل ده مطلق أو سنة راتبة. النفل المطلق مفيش خلاف في جوازه بين الفقهاء، اللي هو إن أنت عايز تتطوع كده بالصلاة من عندك أنت، يعني هو جائز، وبل تقدر تقول مستحب كمان. ومن الأدلة عليه ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين، راح يعني لصلاة الجمعة، فلم يفرق بين اثنين، الناس الصفوف اللي قاعدة ما تخشش تتزاحم وتزق الاثنين، لا الإنسان يبقى متلطف، فلم يفرق ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، يعني صلى تطوع بالصلاة قد ما استطاع أن يتطوع، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له الجزاء بتاع ده اللي بيعمل ده، إيه؟ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث الثاني اللي في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يعني اللي قدر يتطوع به من الصلاة قبل صلاة الجمعة، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، يعني اللي يفرغ الإمام يعني من الخطبة بتاعته، ثم يصلي معه أدى بقى، يعني أنت اغتسلت واتدهنت كما في الحديث الآخر وتطيبت واغتسلت غسل طيب، وبعدين رحت صليت اللي تقدر عليه قبل صلاة الجمعة، وبعدها طلع جاء الإمام استمعت للخطبة وصليت معاه وقوة أنصت فلم تتكلم، بيغفر لذلك. هنا بقى الثمرة إيه بقى؟ بعد ما تصلي مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، يعني كأن الأسبوع ده وعليه كمان 3 أيام تبقى مغفور للإنسان ذنبه. طيب احنا اتكلمنا كده عن مطلق النفل والأحاديث الواردة اللي بتأيد معنى مطلق النفل. مطلق النفل يعني ان انت اللي هتتطوع كده بالصلاة من عندك، وانه الامر جائز ومشروع بل مستحب زي ما قلنا، ده معنى المطلق النفل، انه انك بتتطوع من عندك. اما السنة القبلية الراتبة للجمعة اختلفوا في مشروعيتها الفقهاء على قولين. القول الاول ان للجمعة سنة قبلية راتبة، وده قول الحنفية وقول الشافعية وقول الحنابلة في إحدى الرواية عن الإمام أحمد، وده قول أكتر إيه العلماء قالوا لا ده في سنة قبلية قبل صلاة الجمعة. فعند السادة الحنفية إن سنة الجمعة القبلية 4 ركعات، يعني الجمعة سنة الجمعة القبلية 4 ركعات والبعدية 4 ركعات، لكن عند الحنفية قبل صعود الإمام المنبر، والشافعية عندهم أقل السنة 2 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها، يعني قبل صلاة الجمعة 2 ركعات وبعد صلاة الجمعة 2 ركعات، ده عند السادة الشافعية، وبتجوز عند الشافعية الصلاة والإمام قائم على المنبر بتاعه. طب القول الثاني، الفريق ده من أهل العلم قال لك إن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ملهاش سنة راتبة قبلية، هذا الفريق من أهل العلم مع مشروعية التنفل المطلق. أنت براحتك بقى، يعني التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وده قول المالكية وأحد قولي الحنابلة، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة، مع عدم المنع من التنفل المطلق على هذا
القول. طب نلخص عشان نراجع المعلومة بعد توثيقها، إنه بناء على اللي احنا يعني فصلناه وكما هو مقرر ومعلوم في المسائل الخلافية اللي بيبقى فيها خلاف بين الفقهاء، إنه لا إنكار فيها، لأنه فلا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. من أراد أنه يصلي قبل صلاة الجمعة باعتبار أن لها راتبة قبلية فلا حرج عليه، لأنه قلد أئمة بذلوا الوسع في فهم النصوص الشرعية. وكذلك من ترك الصلاة قبل الجمعة فلا شيء عليه ولا حرج. ولا ينبغي ان احنا في المسائل الخلافية دي ان احنا نجعلها سبب للشقاق والنزاع، لان غاية هذه المسألة انها كلها بتدور في حول انها سنة. ولكن دي سنة، سواء انت يعني اخذت بالنفل المطلق فصليت، او قلت لا ده في سنة راتبة قبلية فانت هتصليها من باب انها سنة. الموضوع كله انها تندرج تحت باب السنية، ولكن ترك النزاع والخلاف أمر واجب على الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا.